بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات اللغوية للصف الثاني الثانوي. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن التدريبات ما يتعلق بالمعاجم، طبعا قبل ذلك تحدثنا عن المعاجم، وقبله أيضا عرفنا أن الكتاب ينقسم إلى قسمين، وهذا تذكيرا كيف أن القسم الأول يتحدث فيه عن اللغة الإنسانية بشكل عام، القسم الثاني يكون فيه الحديث عن اللغة العربية. وعرفنا أيضا أن اللغة العربية عرفنا موطنها وتاريخها ونشأة اللغة ومكانة اللغة في الإسلام، ثم عرفنا المذاهب النحوية أو المدارس النحوية، ثم تحدثنا عن المعاجم وعرفنا أن المعاجم تنقسم إلى قسمين، معاجم خاصة بالألفاظ ومعاجم خاصة بالموضوعات، ثم دخلنا في التدريبات التي تتعلق بالمعاجم وأجبنا عن بعضها في الدرس الماضي. اليوم نستكمل هذه التدريبات. شاركوني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي. نحن في الوحدة الثانية دراسات في اللغة العربية بعنوان دراسات في اللغة العربية، الوحدة الثانية. في الموضوع الثالث المعاجم العربية، وصلنا للموضوع الثالث وهو المعاجم العربية، وهذا هو رابط الدرس الرقمي، بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس. تدريبات، نستكمل هذه التدريبات. وصلنا إلى السؤال الثاني عشر. السؤال الثاني عشر، وأنا يقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. هنا عبارات تضع صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أولا، المعجم كتاب يجمع الجمل العربية الصحيحة، ما رأيكم؟ صحيح أم خاطئ؟ المعجم كتاب يجمع الجمل العربية الصحيحة، جميل. هنا خاطئ، المعجم ليس كتابا يجمع الجمل العربية، وإنما يذكر ألفاظا، معاني ألفاظ، ويذكر تفسير هذا اللفظ. أحسنتم. اثنان، هنا جمعت المعاجم العربية من مصادر نأت بأنفسها عن اللحن. جمعت المعاجم العربية من مصادر نأت بأنفسها عن اللحن، يعني أنها ابتعدت عن اللحن. صحيح أم خاطئ؟ ما رأيكم؟ جمعت المعاجم العربية من مصادر نأت بأنفسها عن اللحن. طبعا نأت بأنفسها عن اللحن، ما رأيكم؟ صحيح أم خاطئ؟ جميل، هنا صحيح أنها أتت من مصادر فصيحة. ثالثا، جمعت مادة المعاجم من كل القبائل العربية، ما رأيكم؟ جمعت مادة المعاجم من كل القبائل العربية، صحيح أم خاطئ؟ ممتاز، خاطئ. لماذا؟ لأن هي مجموعة من القبائل المعينة التي لم تخالط غيرها، أو القبائل التي يعني رأوا أنها هي يعني لم تخالط أي قبيلة أو تخالط أعاجم، لذلك يتحدثون باللغة الفصحى، ومجموعة من القبائل في قلب الجزيرة. رابعا، كانت معاجم الألفاظ أسبق ظهورا من معاجم الموضوعات، ما رأيكم؟ صحيح أم خاطئ؟ معاجم الألفاظ كانت أسبق، ثم بعد ذلك أتت معاجم الموضوعات، أم أن معاجم الموضوعات أتت قبل معاجم الألفاظ؟ ما رأيكم؟ لما تحدثنا عن المعاجم وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، قسم يختص بالألفاظ وقسم يختص بالموضوعات والمعاني. هنا يقول كانت معاجم الألفاظ أسبق ظهورا من معاجم الموضوعات، صحيح أم خاطئ؟ جميل، أحسنتم. هنا صحيح، هنا صحيح. خامسا، من وظائف المعجم الأساسية بيان إعراب الكلمات. هل وظيفة المعجم أو الوظيفة الأساسية بيان إعراب الكلمات؟ وهنا من وظائف، يعني وظائف المعجم كثيرة، له وظائف أساسية وله بعض الوظائف الثانوية، لكن من وظائف المعجم الأساسية بيان إعراب الكلمات، ما رأيكم؟ صحيح أم خاطئ؟ جميل، هنا خاطئ، ليس من وظيفة المعجم أن يبين إعراب الكلمات، وإنما فقط يبين المعاني. سادسا، كتاب الخيل للأصمعي يعد من معاجم الموضوعات، صحيح أم خاطئ؟ كتاب الخيل للأصمعي يعد من معاجم الموضوعات، جميل، هنا صحيح، كتاب الخيل للأصمعي يعد من معاجم
الموضوعات. ممتاز. سابعا كتاب العين الخليل يعد من معاجم الموضوعات. العين كما عرفنا أنه اتخذ فيه الطريقة الصوتية وثم نظام التقليبات. خلي بن أحمد أول ما اتخذ المدرسة الصوتية وتحدث فيها عن المخارج وكيف معاني الكلمات عن طريق المخرج، لكن هل هو يعد من معاجم الموضوعات أم هو من معاجم الألفاظ؟ ما رأيكم؟ هنا صحيح أم خاطئ؟ كتاب العين للخليل يعد من معاجم الموضوعات. جميل. هنا كتاب العين لا يعد من معاجم الموضوعات، إنما هو يعد من معاجم الألفاظ، يعد من معاجم الألفاظ. ثامنا هنا المعاجم ثنائية اللغة تخدم العرب أكثر من غيرهم. عرفت الفرق؟ المعاجم هناك معاجم أحادية اللغة، هناك معاجم ثنائية اللغة. ما المقصود بثنائية اللغة؟ أن يفسر باللغة إلى لغة، أو يذكر معنى من لغة إلى لغة، مثلا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. هل المعاجم ثنائية اللغة تخدم العرب أكثر من غيرهم؟ ما رأيكم؟ جميل. عبدين للكلمات العربية. نبحث هنا في معاجم الألفاظ إذا كنا نعرف اللفظ، ونبحث عن المعنى. إذا أردت أن تبحث في معاجم الألفاظ إذا كنت تعرف اللفظ وتبحث عن معنى، هل هذا صحيح؟ عن ماذا تبحث في معاجم الألفاظ؟ هل تبحث عن اللفظ أم تبحث عن المعنى؟ جميل. هنا نبحث في معاجم الألفاظ إذا كنا نعرف اللفظ ونبحث عن المعنى. نعم صحيح، نحن نعرف اللفظ لكننا نبحث عن معنى هذا اللفظ، ولذلك كنا نبحث في معاجم الألفاظ. ممتاز. العاشر هنا نبحث في معاجم الموضوعات إذا كنا نعرف المعنى ونبحث عن الألفاظ الدالة عليه. صحيح أم خاطئ؟ نبحث في معاجم الموضوعات، وهذا العكس، نبحث في معاجم الموضوعات إذا كنا نعرف المعنى ونبحث عن الألفاظ الدالة عليه. أنت تعرف المعنى لكن تريد ألفاظ تدل على هذا المعنى، مثلا معنى المطر أو ألفاظ المطر، ألفاظ الخيل، هل هذا صحيح؟ أحسنتم. هنا أيضا صحيح، هذا صحيح لأنه خاص بمعاجم الموضوعات، يذكر مثلا كل ما ورد في المطر، كل ما ورد في الخيل، وكما ككتاب مثلا الخيل للأصمعي. الحادي عشر في معاجم الألفاظ إذا وجدنا اللفظ وجدنا معه جميع مشتقاته. صحيح أم خاطئ؟ إن أردت أن تبحث في معاجم الألفاظ وجدت لفظة، فتجد مع اللفظة جميع مشتقات التي منها المصدر ومنها الفعل ومنها الفاعل الاسم ومنها أيضا ما يرد في معاجم الألفاظ إذا وجدنا اللفظ وجدنا معه جميع مشتقاته. صحيح أم خاطئ؟ جميل، أحسنتم. هنا صحيح أن الألفاظ إذا وجدنا في معاجم الألفاظ إذا وجدت اللفظة تجد مع هذه اللفظة جميع المشتقات، فهو يذكر أيضا الفعل ويذكر الفعل المضارع لهذه الكلمة والفاعل والفعل الماضي، وكذلك يذكر مثلا المصدر. ثاني عشر هنا تحتاج إلى معرفة مخارج الحروف وترتيبها في البحث في المحكم لابن سيدة. معجم المحكم لابن سيدة هل هو يبحث أو مرتب على المخارج الحروف أم هو مرتب على الألف بائي؟ وعرفنا أيضا طريقة الترتيب، هناك بعض المعاجم ترتب على المخرج مخرج الحرف، وبعض المعاجم ترتب على الترتيب الأبجدي أو ترتيب عفوا الحروف الألف بائي. هنا تحتاج إلى معرفة مخارج الحروف وترتيبها في البحث في المحكم لابن سيدة. صحيح أم خاطئ؟ أن معجم المحكم يبحث في المخارج، طبعا معاجم المخارج تبحث في أقصى المخرج، أو يبدأون بالمخرج الأبعد ثم الأقرب، يعني مخرج من الحلق حتى يصل إلى الشفتين. هنا نقول صحيح أن المعجم المحكم لابن سيدة يبحث في مخارج الحروف. ممتاز. الثالث عشر هنا الباب هو الحرف الأخير، والفصل هو الحرف الأول في معجم لسان العرب. إن أردت أن تبحث في معجم لسان العرب تبحث عن الباب الذي هو الحرف الأخير، هو الباب، مثل نشأ، فالباب هنا باب الهمزة فصل النون. ما رأيكم في لسان العرب، هل هذا صحيح؟ الباب هو الحرف الأخير والفصل هو الحرف الأول في معجم لسان العرب. إن قلت لك ابحث في لسان العرب كيف تبحث؟
هل يبدأ لسان العرب ابن منظور بالباب الحرف الأخير أم في الحرف الأول؟ طبعا هو مقسم أيضا الألف باي. جميل، أحسنتم، صحيح. الباب هو الحرف الأخير في معجم لسان العرب، إذن نشأ في باب الهمزة، تجد هذه الكلمة في فصل النون. جميل. الرابع عشر هنا، الباب هو الحرف الأخير في معجم أساس البلاغة للزمخشري، ما رأيكم؟ الرابع عشر، الباب هو الحرف الأخير في معجم أساس البلاغة للزمخشري، صحيح أم خاطئ؟ جميل. هل الباب هو الحرف الأخير؟ معنى هل معجم أساس البلاغة مثله مثل لسان العرب؟ لسان العرب هو الباب الحرف الأخير. طيب أساس البلاغة؟ أحسنتم، هنا خاطئ. الباب ليس هو الحرف الأخير في معجم أساس البلاغة، بل هو في لسان العرب. لاحظ هنا السادس عشر، طبعا هنا خامس الرابع عشر وثم السادس عشر، طبعا وهذا من في نسخة خطأ في النسخة في الكتاب. السادس عشر نجد جلس، لاحظ جلس وسجل أو سجل في موضع واحد في معاجم التقليبات، يعني الجيم واللام والسين، وهنا أيضا السين والجيم واللام، نجد جلس أو الجيم واللام والسين والسين والجيم واللام سجل في موضع واحد في معاجم التقليبات، يعني أنه إذا كان المادة واحدة هنا تجدها في نفس الموضع في معاجم التقليبات، صحيح أم خاطئ؟ ما رأيكم؟ مثل ركبة وكربة وبكر، لاحظ أكثر من كلمة، معنى أنه نفس الحروف لكنها تتقدم وتتأخر، هذا ما يسمى بالتقليبات، تقليبات الكلمة، تأتي الحرف الأول يكون الثاني ويكون الثالث وهكذا. هنا جلس وسجل، هل نجد ها في موضع واحد، هل نجدها في موضع واحد مع التقليبات أم لا؟ لكل كلمة موضعا، ما رأيكم؟ جميل، أحسنتم، هنا صحيح، نجد كلمة جلسة وكلمة سجل مثلا في موضع واحد في معاجم التقليبات، وكذلك مثلا ركبة وبكر وكربة كلها في موضع واحد في معاجم التقليبات الخاصة بتقليبات الكلمة، معنى أن الكلمة لها أكثر من شكل، تبدأ بحرف الأول ثم الحرف الثاني ثم الثالث ثم الثالث يكون الأول وهكذا. السابع عشر هنا، للبحث في المعجم نحتاج إلى معرفة أصل اللفظ بعد حذف زوائده ورد المحذوف منها. تذكرون لما تحدثنا عن طريقة البحث في المعاجم، كيف تبحث؟ عندك كلمة من الكلمات أريد أن أبحث فيها، مثلا استفهم، كيف أبحث أنا فيها؟ هل أبحث عن الكلمة ككل أم أنني أجردها مثلا من الزيادات وأن أحذف الألف واللام أو أن أرد المحذوف كما عرفنا أيضا في طريقة البحث في المعاجم، كيف تبحث في أي معجم من المعاجم، ثم بعد ذلك تنظر إلى الطريقة التي اتبعها كاتب هذا المعجم والمؤلف في طريقته، هل هو ذكر مثلا بالحرف الأخير هو الباب ثم الفصل، أو ذكر مثلا بنظام الأصوات، أو ذكر في دخل في نظام تقليبات. فالبحث في المعجم نحتاج إلى معرفة أصل اللفظ بعد حذف زوائده، تعرف أصل اللفظ بعد حذف زوائده ورد المحذوف منه، يعني أن يحذف الزائد ثم يرد المحذوف، ما رأيك؟ صحيح أم خاطئ؟ جميل، أحسنتم، هنا صحيح، يعني في البحث عادة في معجم نحتاج إلى معرفة أصل اللفظ بعد حذف زوائده ورد المحذوف. ثامن عشر، المعرب لفظ عربي أصيل، ما رأيكم؟ صحيح أم خاطئ؟ المعرب هو لفظ عربي أصيل، ما تعرف المعرب؟ وما هو المعرب؟ وما الفرق بين المعرب والدخيل؟ وما الفرق بينه وبين المولد؟ كما عرفنا أيضا في الدروس السابقة، فالمعرب هل هو لفظ عربي أصيل؟ أحسنتم، هو ليس لفظ معرب، إذن دخل ليس العربي وإنما دخل في اللغة العربية وأخذ للقانون العربي، لذلك سمي معربا، سمي معربا، إذن المعرب ليس لفظ عربي أصيل. التاسع عشر، هنا من علامات كون اللفظ معربا غير عربي، ولاحظ هنا إجابة، من علامات كون اللفظ معربا غير عربي أن يجمع في أصوله بين الجيم والقاف، هذه علامة من علامات أن يكون لفظ غير عربي، صحيح أم خاطئ؟
هو أن يجمع بين في أصوله بين الجيم والقاف. صحيح أم خاطئ؟ جميل. هنا من علامة كون اللفظ معربا غير عربي نجمع في أصوله بين الجيم والقاف، إذا اجتمع الجيم والقاف إذن اللفظ ليس عربيا، هذه علامة من علامات اللفظ غير العربي. 20 هنا الفرق بين المعرب والمولد. الفرق بين المعرب والمولد هو أن المعرب نقل العربية قديما والمولد نقل إليها متأخرا، إذن هنا كلا اللفظين غير عربي، لكن معرب دخل العربية وأخذ عليه قانون عربي قديما والمولد حديث أو متأخر. صحيح أم خاطئ؟ أحسنتم، هنا صحيح، هنا صحيح. جميل. 21 هنا النحت هو تجزئة الكلمة العربية. صحيح أم خاطئ؟ النحت هو تجزئة الكلمة العربية. جميل، هنا صحيح، النحت هو تجزئة الكلمة العربية. 22 هنا الترجمة هي نقل المعنى الأجنبي بلفظ عربي. ترجمة راديو مذياع، نقل المعنى الأجنبي بلفظ عربي. صحيح أم خاطئ؟ جميل، أحسنتم، صحيح. ترجمة هي نقل المعنى الأجنبي بلفظ عربي. 13 هنا السؤال 13، هات ثلاثة أمثلة لكل مما يأتي معجم الألفاظ. أمثلة ثلاثة لمعاجم أو أمثلة على معجم الألفاظ، نقول مثلا أساس البلاغة ومعجم العين وكذلك لسان العرب، معنى أنه يذكر ألفاظا وليس موضوعات. إذا معجم الألفاظ مثل أساس البلاغة والعين ولسان العرب. كذلك هنا هات ثلاث أمثلة على معجم المعاني، معاجم خاصة بالمعاني، تذكر كذلك مثلا الغريب المصنف، هنا أيضا معجم المعاني غريب المصنف، أيضا المخصص لابن سيدة كذلك خاص بالمعاني، وأيضا فقه اللغة وسر العربية أيضا من معاجم المعاني. إذن الغريب المصنف المخصص وفقه اللغة كلها داخلة في معاجم المعاني، ثلاثة أمثلة. جميل. ثالثا هنا معجم التقليبات، أذكر ثلاث أمثلة من معاجم التقليبات أو معجم خاص بالتقليبات أو المعاجم التي اهتمت بالتقليبات، قد تكون من الألفاظ أو من الموضوعات. جميل. المعجم الأول هو معجم العين، أيضا هو معجم العين وكذلك معجم المحكم لابن سيدة، وأيضا هنا التهذيب، هذه معاجم اختصت أو اهتمت بالتقليبات. جميل. هنا رابعا معجم اعتمد الترتيب حسب مخارج الحروف، أو ثلاثة أمثلة، يريد ثلاثة أمثلة. طبعا معاجم اعتمد الترتيب حسب المخرج، معنى الأصوات لم يعتمد بالترتيب ألف باي، وإنما اعتمد الترتيب الألفاظ حسب مخارج الحروف، بدأ بالأبعد مخرج يعني مخارج الصوتية. أول معجم اعتمد المخارج الصوتية هو معجم العين، هو معجم العين اعتمد المخارج الصوتية فبدأ بالأبعد مخرج فالأقرب مخرج وهكذا. كذلك معجم المحكم أيضا تبع، والمحكم أيضا تبع العين، وأيضا معجم التهذيب، معجم التهذيب، هذه المعاجم الثلاثة أيضا اعتمدت في ترتيب ألفاظها على المخارج الصوتية. إذن العين والمحكم وكذلك التهذيب، هذه معاجم. هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.